ومن مقر النادي الاهلي بالجزيره الى مقر جريده البوابه نيوز وزميلتنا العزيزه ساره حامد اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كل الصحف والمواقع. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي وجوله صحفيه جديده هنا في فقره طبعا الصحافه، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون من جريده البوابه نيوز، هطلعكم يعني طبعا على كل الاخبار يعني الرياضيه سواء في الصحف العالميه او الصحف المحليه. وخليني ابتدي معاكم النهارده باول خبر من يعني جريده البوابه نيوز. منتخب مصر وليبيا يرفعان شعار لا للتعصب في تصفيات المونديال. طبعا زي ما احنا عارفين النهارده ان شاء الله يعني في مباراه مهمه هتجمع ما بين المنتخب الوطني منتخب مصر طبعا تحت قياده المدير الفني المستر يعني كارلوس كيروش، واللي النهارده ان شاء الله يعني عنده مواجهه مهمه مع منتخب ليبيا في ثاني مباراه طبعا في تصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله كاس العالم 2022. يمكن النهارده ان شاء الله يعني منتخب مصر عنده اللقاء في تمام الساعه 9 مساء على ملعب بنين في مدينه بنغازي الليبيه، واللي هيدير اللقاء النهارده ان شاء الله طاقم التحكيم طبعا تحت قياده الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوماز، واللي هيدير النهارده اللقاء ان شاء الله مرتقب ما بين منتخب ليبيا ومنتخب مصر. كمان يمكن خلينا نتكلم شويه عن يعني الروح الطيبه والروح المعنويه اللي كانت موجوده ما بين منتخب مصر وليبيا. يمكن شاهدنا طبعا في المباراه الاولى في لقاء الاشقاء روحا معنويا وروح يعني طيبه لم نشاهدها من قبل من فتره طويله يعني في المباريات، على ان التصفيات الافريقيه التي ياخذها المنتخبان هي تصفيات رسمية، يعني المباريتين دول يعني مباريات رسمية مش مباريات ودية، والكل يعني طبعا عايز ان هو يفوز ويفرح يعني جماهيره سواء في بلد يعني ليبيا او طبعا هنا في مصر، فيعني الكل طبعا بيسعى ان هو يعني يتأهل للبطولة الأقوى في العالم بطولة كأس العالم 2022. كمان يعني شهد المعسكر الفريق في برج العرب معسكر فريق منتخب مصر ومنتخب ليبيا التعرف على بعض، بالاضافه الى ان يعني الفرعون المصري محمد صلاح التقى يعني ببعض لاعبي منتخب ليبيا وتبادل السلامات وتحدثوا عن الكوره في اوروبا. وكمان اكد مسؤولو بعثه المنتخب انهم تلقوا يعني استقبالا يليق باسم الفراعنه فور وصول البعثه للاراضي الليبيه. كمان تاني خبر معانا النهارده من الشرق الاوسط، فرنسا بطلا للامم الاوروبيه بفوزها على اسبانيا. طبعا زي ما كلنا شفنا يعني او العالم كله اتفرج يعني على المباراه امبارح ما بين منتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا، توجت فرنسا باللقب النسخه الثانيه من دوري الامم الاوروبيه لكره القدم بعد ان عوضت تاخرها بهدف الى الفوز بنتيجه 2-1 على اسبانيا طبعا على ملعب سان سيرو. وافتتحت اسبانيا التسجيل يعني عبر لاعبها ميكال في الدقيقه 64، وكمان يعني بالنسبه لمنتخب مصر الهدف الاول ليها احرزه نجم منتخب فرنسا، كان احرزه يعني نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما في الدقيقه 66، وطبعا هدف الفوز والهدف الثاني احرزه امبابي في الدقيقه 80. كمان الخبر الثالث معانا النهارده من جريده الجمهوريه، متفوقا على رونالدو الفيراري الاغلى في فانتازي البريمير ليج ودون يواصل تحطيم الارقام. طبعا يعني عارفين كل العالم وكل الجماهير بيحبوا ان هم دايما يلعبوا لعبه فانتازي بريمير ليج، يمكن لعبه فانتازي يعني بتضع اسعارا افتراضيه لكل لاعب حيث تتراجع ما بين الصعود والهبوط حسب المستوى. واصبح الفرعون المصري نجم يعني منتخب مصر وليفربول محمد صلاح صاحب السعر الاعلى في اللعبة حاليا، يعني يمكن سعره في اللعبة وصل ل 12,700,000 جنيه استرليني، وده طبعا بفضل تألقه اللافت يعني خلال المراحل السبع الأولى للبطولة هذا الموسم. كمان طبعا نجم منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الدون كريستيانو رونالدو واصل كسر الارقام القياسيه في عالم الساحره المستديره بعدما حطم رقم زميله السابق في ريال مدريد راموس وتجاوزه في قائمه فرديه على مستوى الدولي.
طبعا الخبر اللي معانا النهارده الرابع والاخير من اليوم السابع، منتخب المانيا ضيفا ثقيلا على مقدونيا الشماليه بتصفيات كاس العالم 2022. يمكن طبعا النهارده برضو في مباراه مهمه غير مباراه منتخب مصر وليبيا، في مباراه المانيا ومقدونيا الشماليه اللي هتكون النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 9:45 مساء على يعني الاستاد طبعا اللي هيلعبوا عليه الفرقتين، وده هيكون ضمن منافسات الجوله الثامنه من تصفيات اوروبا المؤهله لبطوله كاس العالم 2022. يمكن طبعا خليني اقول لكم ان منتخب المانيا هو متصدر الجدول الترتيب للمجموعه العاشره بتصفيات اوروبا، وفي رصيده 18 نقطه من 6 انتصارات وخساره وحيده، ده بالنسبه لمنتخب المانيا. بالنسبه لمنتخب مقدونيا الشماليه رصيده في المجموعه 12 نقطه، ده بعد ما يعني حصل عليهم من 3 انتصارات و3 تعادلات وخساره واحده. يمكن طبعا يا نهاوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده الرياضيه سواء طبعا في الصحف المحليه او الصحف العالميه، بشكركم جدا والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه كريم، احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سالا حامد، واكيد مكملين مع حضراتكم سلسله اخبارنا.